أهلا بكم معنا في هذه النشرة المباشرة التي نستهلها كما هي العادة بأبرز العناوين. توزيع معدات على مهنيي الصيد التقليدي للرفع من مردودية وعصرنة هذا القطاع. المرسى افتتاح متحف للتراث الصحراوي يعد زواره بإضاءة مختلف جوانب الثقافة الصحراوية. ومن أسمارة نرصد أجواء اختتام مهرجان أسمارة للطفل. أهلا بكم إلى تفاصيل هذا العرض الإخباري المباشر. ساعة تفصلنا عن طي سنة 2018، سنة حملت معها إنجازات متعددة للمغرب قاريا ودوليا في مجموعة من المجالات. نتوقف الليلة مع حضور المغرب في قارته الإفريقية، حضور قوي للمملكة كان عنوانه التضامن والتعاون. تقرير في الموضوع مع علي الكبش. حضور نوعي صاحب الرباط بين بلدان أسرتها القارية دعماً لمد جسور التواصل والإخاء مع دول أفريقيا مثلت من علاقات عواصمها مع المملكة المغربية. زيارات أخوية متواصلة أعطت دفعة للعلاقات على اختلافها، جوهرها التعاون وعنوانها البناء والإنماء. زيارات تترجم توجهات المغرب في الانفتاح على بيته الأفريقي برهان الإقلاع الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي، تجسيد لشراكات ناجعة بقيم التضامن مع دول القارة. قبل عام عادت المملكة المغربية إلى موقعها الطبيعي ضمن أسرتها المؤسساتية الإفريقية، ويسعدنا أن المغرب قد ساهم منذ ذلك الحين في المبادرات والمشاريع التي أطلقت برعاية المنظمة وفي الاجتماعات التي عقدت في إطارها، وستواصل المملكة المغربية الدفاع عن القضايا الإفريقية النبيلة. قضايا أفريقية لم تخرج يوماً من مفكرة توجهات الرباط تجاه الأشقاء الأفارقة عبر دعم علاقات التضامن والتعاون وحفظ الأمن مع دعم الاستقرار بالفضاء الأفريقي. فحل معضلة الأمن بمنطقة الساحل كانت دوما في صلب اهتمامات المغرب ضمن حضوره في المنتظم الدولي. تحدي الأمن بالقارة وبسط الأمن والطمأنينة لم تتوانى المملكة في العمل عليه عبر وضع جاهزيتها أمام دول أفريقيا والتعاون معها لإحقاق ذلك. المغرب مهتم جدا بأمن واستقرار منطقة الساحل، ومهتم جدا بالتنمية في منطقة الساحل، ولذلك هو يحضر هذا الاجتماع، وهو ربما الشريك الإفريقي الوحيد للدول الخمس الساحلية، وأعلن دعمه لهذه الدول. منهج المغرب بين أسرته الأفريقية سلك منحى الانفتاح في شتى المجالات الاقتصادية منها والاجتماعية، فعمد على ضخ استثمارات عدة دعم للاقتصاد الأفريقي. لم يتوقف الدعم هنا، ففتحت الرباط حضن تجاربها وخبراتها للأسواق الواعدة بأفريقيا تكريسا لرهان التعاون الذي حدى الرباط في رؤيتها الأفريقية. بقليميم عقدت الجمعية الوطنية لأعضاء غرف الصناعة التقليدية بالمغرب اجتماعا لها خصص لتدارس العديد من النقاط ذات الصلة بأنشطة الجمعية وأهم رهاناتها وبرامجها المستقبلية. حافظ محضار نقية بوشالقة وجمال الخصاصي.
أعضاء مكتب الجمعية الوطنية لأعضاء غرف الصناعة التقليدية بالمغرب خلال أشغال اجتماعهم الدوري بكليميم، وهو اللقاء الذي خصص للتداول بشأن العديد من النقاط المسطرة في جدول الأعمال، نقاط من جملتها استعراض لأهم أنشطة هذه الجمعية المهنية قبل المصادقة على مشروع قانون تأسيس فروع الجمعية بكامل جهات التراب الوطني. اجتماع خصص أيضا لتدارس مجموعة من الشراكات التي تعتزم الجمعية إبرامها مع عديد الشركاء. اجتماع ديال المجلس الإداري ديال هذه الجمعية اللي داولنا منه واحد المجموعة ديال النقاش كيف كتشوفوا نتوما، وكان نقاش يعني ساخن في واحد المجموعة ديال المقترحات وفي واحد المجموعة ديال الأنشطة اللي قامت بها الجمعية، ومن ضمن المقترحات اللي هي كنركزوا عليها اليوم وهو أن الجمعية الوطنية غادي تنظم واحد المناظرة وطنية لأعضاء غرف الصناعة التقليدية بالمغرب. هذه المناظرة اللي غادي يتم التداول فيها على المشاكل اللي كيعيشها القطاع، وعلى المطالبة ديال جميع أعضاء الغرف في المغرب أنه كيطالبوا باش يتم واحد التحيين ديال القانون المنظم لغرف الصناعة التقليدية، قانون 18-09 اللي ما بقاش كيساير العصر، فيه واحد المجموعة ديال الاختلالات، وبالتالي أنه هاد الأعضاء هادو كيشوفوا أنه من الواجب باش يتم التعديل ديالو. اللقاء ديال اليوم لقاء تحضيري حول الواقع ديال الصناعة التقليدية في المملكة المغربية، وبالأخص الجهة الجنوبية العزيزة علينا من المملكة المغربية. احنا جينا نشرفوا هاد الجهة هذه بهذا الاجتماع تحضيري ان شاء الله الرحمن الرحيم. ربما غادي يكون الاجتماع المقبل تكون عنده واحد نظرة شمولية وإشعاع وطني وإشعاع دولي، اللي يكون سيدنا كان صرح في الخطاب ديالو باش يخلق من الصناعة التقليدية في المملكة المغربية قطب اقتصادي واجتماعي. اليوم من الرحاب ديال الجمعية اللي هي كيناقشوا فيه مع الإخوان واحد من العدد ديال النقاط اللي هي غادي ترجع بالنفع للقطاع ديال الصناعة التقليدية، ومن بين هاد النقطة التي أثارت من الانتباه ديال الأعضاء ديال الجمعية الوطنية ديال أعضاء مغرف الصناعة التقليدية بالمغرب، وهي قضية المناظرة اللي غادي ترجع بالنفع على القطاع ديال الصناعة التقليدية واللي غادي يكون فيها توصيات مهمة. المجتمعون حددوا خلال لقائهم بكليميم تاريخ انعقاد المنتدى الأول لأعضاء غرف الصناعة التقليدية بالمغرب، حيث تم الاتفاق على عقد مناظرة بالموازاة مع تشكيل لجنة تحضيرية بهذا الخصوص. إلى ميناء طنطان، ودعما لجهود عصر انقطاع الصيد البحري بالمنطقة، سلمت جمعية مهنيي الصيد التقليدي مجموعة من المحركات ولوازم السلامة البحرية على مهنيي قطاع الصيد التقليدي، مبادرة بشراكة مع وزارة الصيد البحري والكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي والقطب البحري ودنون ووكالة الموانئ. عودة مع حافظ محضار، لكن هذه المرة بصوت غالي القارحي وكاميرا عبد الرحيم حاجي. من أجل تعزيز جهود عصرانة أسطول الصيد التقليدي العامل بميناء طنطان وجعلها أكثر صلابة ويتلائم مع التغيرات المناخية، تأتي هذه المبادرة التي أطلقتها جمعية مهنية الصيد التقليدي بالميناء، مبادرة تتمثل في تسليم محركات همت 30 قاربا، عملية تدعم عديد المبادرات السابقة التي تستهدف ممتهني قطاع الصيد التقليدي بهذه المنشأة الاقتصادية. تم توزيع اليوم محركات ولوازم السلامة البحرية، والهدف من هذا المشروع هو تحسين الأوضاع الاجتماعية للبحر، وكذلك المحافظة على السلامة البحرية، وكذلك المحافظة على الثروة السمكية، وطبعا بشراكة مع وزارة الصيد البحري، وكذلك عمالة إقليم طنطان والمكتب الوطني للصيد والكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي بالمغرب والقطب البحري الودنون، وكذلك وكالة المواني. في إطار تحسين ظروف اشتغال مراكب الصيد التقليدي وتحسين ظروف السلامة بالنسبة للمراكب ديال الصيد التقليدي، تم توزيع صبيحة هذا اليوم عدد مجموعة من المحركات ومعدات الصيد ومعدات السلامة لفائدة قوارب الصيد التقليدي اللي كتنتمي لجمعية مهني الصيد التقليدي بميناء طنطان. وهذه البادرة هي كتندرج في إطار استراتيجية اليوتيس اللي كتهدف أساسا إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية وتحسين ظروف العمل بالنسبة لهذه الشريحة من المهنيين. كان الناس هنا كانوا مخصوصين من المحرك ومن بزاف الحوايج ديال من الجي بي اس ومن السوندا وداكشي، دابا مزيان هذه البادرة نتمنى عاوتاني تكرر مرة أخرى.
هذا نهار زين بالنسبة لنا، استفدنا من السلامة البحرية من جمعية مهني الصيد التقليدي بميناء طنطان، ونشكروا الوزارة جزيل الشكر، ونشكروا الناس قاع اللي شاركت معنا الحمد لله، وحنا بأبس الحاجة لهذو الحالات في إطار السلامة. عملية تسليم هذه المحركات رافقها توزيع مجموعة من معدات ولوازم السلامة البحرية على بحارة الصيد التقليدي، معدات تعد مكونات أساسية ولوازم تلح الدوائر المسؤولة على ضرورة توفيرها على ظهر مراكب الصيد قبل الإبحار حرصا على سلامة البحارة. بمدينة المرسى أشرفت جمعية متحف التراث الصحراوي على افتتاح متحف يعنى بثقافة الصحراوية. المتحف ثمرة شراكة بين الجمعية والمجلس البلدي للمرسى. متحف عرف حفل افتتاحه حضور عدد من المهتمين بالثقافة الصحراوية من عدة مناطق. المزيد في متابعة محمد تروزي وعبد الله المحمودي. متحف للتراث الصحراوي يفتح أبوابه بمدينة المرسى بعد أن اكتملت تفاصيله. مواد تقليدية من صلب التراث الصحراوي تختزل هنا الحياة الصحراوية في أبرز مظاهرها، بدءا بالخيمة مرورا بعدة تفاصيل من الحياة اليومية للإنسان بالصحراء. جمعية متحف التراث الصحراء كانت المشرفة على افتتاح المتحف، وبلدية المرسى دعمت ميلاده. اليوم افتتحنا المقر الثاني للمتحف بجماعة المرسى، اللي شاكرين بلدية المرسى على اهتمامه بالتراث واعطانا مقر في هيئنا الأجواء الملائمة لمتحف متكامل، وإن شاء الله لنطوروا المتحف بشراكة البلدية. واليوم افتتحنا المتحف وزارتنا صديقة المتحف اللي هي غلوريا يونغ، السفيرة السابقة لدولة بنما، التي حاليا منصبها هو رئيسة تعاون جنوب جنوب بين المغرب وبنما وسفيرة السلام. أنا جد مندهشة لزيارتي للمرسى، لأنني شاهدت أشياء متعلقة بالثقافة وتراث هذه المنطقة، وأشكر جزيل الشكر الرئيسة المشرفة على تنظيم هذا المتحف التراثي، وأقول أن هناك اهتماما كبيرا هنا بالثقافة الصحراوية لما لها من مميزات وخصائص تختلف عن باقي الثقافات بالعالم. مع اختلاف الحضور في المشارب والأعمار، إلا أن طموحهم لحضور افتتاح متحف يعنى بالثقافة الصحراوية ولو في بعض من أجزائها كالأزياء والأثاث التقليدي والكتابات الصحراوية يجعل الجمعية ومن خلفها من الداعمين أمام تحدي تطوير المتحف واستمرارية تقديم التراث الصحراوي للزوار، حتى ممن يعيشون وسط ثقافة مختلفة عن ثقافة أهل الصحراء. نبقى في المجال الثقافي، وبجدور هذه المرة تعززت المكتبة العلمية بإصدار الجزء الثاني من موسوعة الصحراء، وهو مشروع علمي أطلقته جمعية الشعلة للتربية والثقافة ببجدور ومركز المستقبل للتنمية والثقافة. ويأتي توقيع هذا الكتاب المعرض الجهوي التاسع للكتاب سهاما من المديرية الجهوية للثقافة للتعريف بكل المؤلفات التي تتخذ من الصحراء تيمة لها. الكتاب هو مؤلف جماعي نسق أوراقه العلمية الأستاذ محمد البوزيدي، وضم مواضيع متنوعة حول تاريخ وثقافة المنطقة. بالنسبة للكتاب اللي توقع اليوم موسوعة الصحراء الجزء الثاني، هو مشروع علمي ديال جمعية الشعلة للتربية والثقافة فرع بوجدور، كان صدر الجزء الأول ديالو في 2016، وتنطمحوا إن شاء الله أن يصدر الجزء الثالث في 2019. تتناول مجموعة من المواضيع المرتبطة بالصحراء، مثلا السياحة ديال محمد بوغنبورك على من أعلم المنطقة، كذلك الصلة التجارية بين الصحراء. بالنسبة لهذا المشروع تحاول ما أمكن الكتابة حول مجموعة من المواضيع بمساهمة مجموعة من الدكاترة، وهذا المشروع غادي الحمد لله غادي يتطور للأمام. إلى السمارة، حيث أسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان السمارة للطفل، مسرح الطفل، تراث وثقافة ودعم أساسية للتنمية، شعار دورة هذه السنة المنظمة بدعم من عمالة الإقليم ووكالة الجنوب ووزارة الثقافة والمجالس المنتخبة. ورقة عن أجواء الاختتام مع يوسف زعواطي ومبارك الباس. نغم فلسطين وأهازيج العروبة في مشهد اختتام النسخة الخامسة من مهرجان الطفل.
احتفالية توجت باقة الأنشطة والوصلات المتنوعة التي اشتمل عليها برنامج التظاهر على مدى 3 أيام. تظاهرة عبرت بإبداعات الناشئة ومداركهم الفنية نحو آفاق أوسع لصقل المواهب وحفز السمات الإبداعية لدى أجيال اليوم. وللسنة 5 على التوالي تستدعي الفعاليات مشاركة متميزة للأطفال في وضعية إعاقة بفقرات فنية محكمة الآداء والتقديم. نحن سعداء جدا بمشاركتنا في هذا المهرجان الذي أثبتنا من خلاله أن الأشخاص في وضعية إعاقة يمكن تأهيلهم لأن يعطوا عملا ناجحا كالأطفال في جميع المدارس. والحمد لله أن للمرة الثانية كان حصلوا على واحد العمل اللي هو قياسي يعني في الإنجاز واللي بشهادة الجميع الحمد لله. وهذا الفضل كامل اللي يرجع للأطر ديال المؤسسة واللي كنتمناو أن جميع الحاضرين توصلهم فكرة تغيير التمثلات السلبية تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة. أول حاجة كتبت باللي أي حاجة طرات في هذا المعرض من ذوي الاحتياجات الخاصة ولا دوك المعارض اللي طراو هنا ديال ذوي الاحتياجات الخاصة وأشياء ديال الطفل كلهم سجلتهم وهذا الشيء عجبني بزاف وكنت مفتخرة بهذا الشيء اللي كتبت وماشي غير أنا اللي درته ساعدني واحد الطفل وواحد جوج دراري تو ما ساعدونا. أن الطفل هو المستقبل ويجب على 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 الجمعيات والمجتمع المدني الاهتمام به من أجل الرقي به إلى مستوى أكبر. ونتمنى في النسخة القادمة إن شاء الله أن يكون هذا المهرجان من تأسيس الأطفال شخصيا. نحن الإدارة غادي نقدموا استقالتنا باش كانهم يعطونا واحد نوع من العمل اللي يعتمد على نوع من البراءة فهمت وتأسيس ديال الأفكار ديالهم خصوصا وهذا كيشجعهم هما عنهم يبنوا المجتمع متقدم ومتطور. مع توالي الدورات تتموقع احتفالية مهرجان السمارة للطفل بثبات على أجندة المواعيد الثقافية والفنية ذات الإشعاع الوطني. وفي مشهد الختام نياشين اعتراف وتكريم لجهود الهيئات والمؤسسات الحاملة لهم التأطير التربوي والإشعاع الإعلامي خدمة لحقل الطفولة المغربية. أما الآن فنصل إلى الفقرة الخاصة بجولة الصحافة اليومية الصادرة يوم غد الاثنين في قراءة للزميل غالي الجرحي. نستهل قراءتنا لجديد الصحف الصادرة يوم غد الاثنين من يومية الصباح وكتبت بأن السنة التي نودعها في الساعات القليلة المقبلة شكلت بداية السقوط الحر للبوليساريو. وذكرت اليومية بأن سنة 2018 حصدت فيها البوليساريو التي تحركها الجزائر وقت ما شاءت مجموعة من الهزائم بحيث تلقت صفعات في أكثر من مناسبة. وذكرت الصباح بأن البوليساريو خلال هذه السنة عاشت أزمات داخلية بحيث تعالت الأصوات المناهضة للبوليساريو وسياستها كما عاشت أزمات اجتماعية مقابل امتيازات لقادة الجبهة على حساب ساكنة المخيمات. صحيفة هيسبريس الإلكترونية كتبت نظم مركز تينيغي للأبحاث والدراسات في مدينة العيون ندوة فكرية حول موضوع تاريخ التمدن بالصحراء وحواضر علمية وثقافية وتجارية تأسست في مجال تطبعه البداوة. واستعرضت الندوة التي نشطها مجموعة باحثين من المغرب والجزائر وموريتانيا ومالي عددا من الأوراق البحثية التي تناولت المسارات التاريخية لنشأة وتشكل نماذج من المدن والحواضر بالصحراء كالعيون تندوف السمارة آسا وتمبكتو. وتطرق الأساتذة الباحثون الذين تناوبوا على تأطير الندوة الفكرية إلى الأدوار التي لعبتها الحواضر العلمية بالصحراء من قبيل الأنشطة العلمية والاقتصادية والتجارية والعلمية ومساهمتها في ربط التواصل الحضاري والثقافي بمختلف امتدادات مجتمع البيضان في دول الساحل والصحراء. كما عرج المحاضرون على المساهمة الفعالة لعدد من الحواضر في الحفاظ على الهوية الدينية للمنطقة لا سيما نشر التصوف وتدريس العلوم الشرعية بالإضافة إلى أدوارها العسكرية والجهادية في مقاومة المستعمر الأوروبي. صحيفة الأحداث المغربية كتبت أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري قرارا يسمح بصيد الأخطبوط بالمصايد الجنوبية للموسم الشتوي وذلك بين منطقتي سيد الغازي والرأس الأبيض في الفترة الممتدة من 5 يناير 2019 وإلى غاية 31 مارس من نفس السنة مع إمكانية مراجعة هذه الفترة وفقا لنتائج تتبع المؤشرات البيولوجية لمصايد الأخطبوط.
كما حددت الوزارة حصة هذا الموسم في 18 ألف طن غير قابلة للمراجعة والتي تم توزيعها على الأساطيل الثلاثة كما حدد في مخطط تهيئة المصايد لسنة 2004. ويرى بعض المهنيين أن هذه الحصة قد تراجعت بحوالي 50% بالنسبة للموسم الشتوي السابق. ومن صحيفة رسالة الأمة نختم جولتنا الصحفية وكتبت أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه لم يتم إدخال أي تعديل على لغات إجراء اختبارات البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2018-2019 بالنسبة لجميع الشعب. وشددت الوزارة في بلاغ توضيحي على إثر تداول أخبار تفيد أن الوزارة قررت فرنسة امتحان البكالوريا للمواد العلمية على أن مادة الرياضيات بالنسبة للسنة الأولى بكالوريا شعبة علوم الاقتصاد والتدبير، والسنة الثانية بكالوريا بمسلكي العلوم الاقتصادية وعلوم التدبير المحاسباتي تدرس باللغة الفرنسية، كما هو الشأن بالنسبة لمادتي الرياضيات والعلوم الفيزيائية بالجذع المشترك التكنولوجي، وكذا بالسنة الأولى بكالوريا بشعبتي العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية والعلوم والتكنولوجيات الكهربائية، وكذا بالنسبة للثانية بكالوريا بمسلكي العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية والعلوم والتكنولوجيات، وذلك على غرار باقي المواد المميزة لهذه الشعب والمسالك، علما بأن هذا الأمر كان معمولا به منذ إحداثها. وسجلت في هذا الصدد أنه بالتالي فمن الطبيعي أن يتم وضع مواضيع الاختبارات التي تهم هذه الشعب باللغة التي تدرس بها أي الفرنسية. أما بخصوص إدراج مادة التربية الإسلامية في الامتحان الوطني الموحد بالمسالك المهنية للبكالوريا، يقول المصدر ذاته فقد جاء بناء على قرار سابق للوزارة يقضي بتعميم حصص مادة التربية الإسلامية على الشعب والمسالك المهنية بالتعليم الثانوي التأهيلي في جداول واستعمالات الزمن لتلاميذ الجذوع المشتركة المهنية الثالث الفلاحي والصناعي والخدماتي وفي السنتين الأولى والثانية من سلك البكالوريا بجميع المسالك المهنية، وكذا بالجذوع المشتركة العلمية والتكنولوجية ومسالك العلوم ومسلكي العلوم والتكنولوجيات بالسنتين الأولى والثانية من سلك البكالوريا، وذلك إسوة بجميع الشعب والمسالك. وذكر البلاغ بأن الوزارة كانت قد قررت كذلك تعميم تدريس مادة الفلسفة في كافة مسالك البكالوريا المهنية، وذلك استعدادا لاجتياز هذه المادة ضمن مواد الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا ابتداء من الموسم الدراسي 2019-2020، وذلك بهدف ضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص للمدرسين بمختلف هذه المسالك مع نظرائهم في كافة الشعب والمسالك. انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة حورية العبادي بنت عبد الله عن عمر يناهز 80 سنة، الفقيدة تنتمي إلى قبيلة صبويا. رحم الله الفقيدة بواسع رحمته وتغمدها الله فسيح جناته وألما ذوي الصبر والسلوان، وإن لله وإن إليه راجعون. والآن إلى الفقرة الخاصة بحول الطقس المرتقبة بأقاليمنا الجنوبية اليوم غد إن شاء الله. يرتقب أن يكون الطقس مستقر بعموم المناطق الجنوبية، درجات الحرارة العليا ستسجل 18 درجة بالعاصمة الرباط، 23 درجة بسيدي إفني، 20 درجة بقليميم، 18 درجة بأسا، 17 درجة بالزاك، 21 درجة بالطنطان، 24 درجة بالطرفاية، 25 درجة بالعيون، 24 درجة بسمارة وبكرة، 27 درجة ببوجدور. كما ستسجل أيضا كدرجة حرارة عليا 21 درجة بكلت الزمور، 20 درجة بمضريقة، 25 درجة بالداخلة، 27 درجة بأوسرد، 26 درجة بالقويرة. حالة البحر بالواجهات الأطلسية سيكون البحر هائج جدا قليل الهيجان بعموم السواحل الجنوبية. شروق الشمس بمدينة العيون غدا بمشيئة الله سيكون على الساعة 8:46، أما الغروب فسيكون في حدود الساعة 7:05 بحول الله. درجة الحرارة العليا ببعض المناطق المجاورة لبلادنا 16 درجة بتندوف، 23 درجة بالرابونية، 24 درجة بزويرات ونواليبو، 25 درجة بتودني، 28 درجة بأطار، 33 درجة بنواكشوط، 32 درجة بكيهدي مع التسجيل 34 درجة بالعاصمة المالية باماكو. في ختام هذه النشرة المباشرة نذكركم مشاهدينا الكرام بأبرز عناوينها. توزيع معدات على مهنية الصيد التقليدي للرفع من مردودية وعصرنة هذا القطاع بالطنطا.
افتتاح متحف للتراث الصحراوي يعيد زواره بإضاءة مختلف جوانب الثقافة الصحراوية. ومن السمارة تابعنا أجواء اختتام مهرجان السمارة للطفل. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى الملتقى في الغد إن شاء الله.